متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الذي يكون تقريبا به الأيام الأخيرة من شهر حزيران شهر 6 وبدايات شهر تموز. هذه الفترة طبعا تدريجيا تزداد بها درجات الحرارة فيها المملكة، ويتوقع أن يطرأ المزيد والمزيد من الارتفاع على درجات الحرارة. نبدأ توقعات الجوية بيوم الأحد الذي متوقع أن يشهد ارتفاعا آخر على درجات الحرارة، تصل في العاصمة إلى 32 درجة مئوية في ساعات النهار. الأجواء في ساعات النهار صيفية عادية في أغلب المناطق، تميل الحرارة في بعض الأجزاء وبعض المناطق مثلا المناطق الأودية والمناطق المنخفضة. تكون في المنطقة الشمالية 33 درجة مئوية، 29 درجة مئوية في جبال الشراء، في مناطق البادية 36 درجة مئوية مثلا في معان، و40 درجة مئوية تصل في العقبة، وتكون حتى في البادية الشرقية حوالي 39 درجة مئوية. يوم الاثنين يطرأ ارتفاع آخر درجات حرارة مع اقتراب أكثر للكتلة الهوائية الحارة، تصل مثلا في العاصمة إلى 34 درجة مئوية. الأجواء تكون في ساعات النهار مائلة للحرارة بشكل عام، وتكون حارة نسبيا في بعض المناطق المنخفضة. تكون الأجواء حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت، وتكون شديدة الحرارة بعض الشيء في العقبة، تصل مثلا في العقبة إلى 42 درجة مئوية. تكون في جبال الشراء 31، تكون في المنطقة الشمالية 34، وفي البادية الجنوبية إلى 37 درجة مئوية، والأجواء أيضا حارة. طبعا في المنطقة الشرقية من المملكة يتوقع أن تزداد درجات الحرارة بشكل كبير جدا، تصل إلى 42 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، والأجواء تكون لاهبة في مناطق الرويشد ومنطقة البادية الشرقية. يوم الثلاثاء يتوقع أن لا يحدث تغيير كبير على درجات الحرارة يوم الأربعاء بشكل عام، تصل يومي الثلاثاء والأربعاء درجات حرارة ما بين 34 و35 درجة مئوية في ساعات النهار، 38 درجة مئوية في البادية الجنوبية، تكون 42 درجة مئوية في منطقة العقبة، 31 في جبال الشراء، و35 كما ذكرنا قبل قليل في إربد، وتكون في البادية الشرقية حوالي 42 درجة مئوية أيضا في ساعات النهار. يوم الخميس من المتوقع أيضا أن يعني تتراجع قليلا درجات الحرارة في بعض الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى من المملكة، ولكن لا تغييرات كبيرة على الحالة الجوية. تقريبا يرخص الطقس بأنه هذا الأسبوع يكون في ساعات النهار صيفي عادي، يميل الحرارة في ساعات الظهيرة والعصر، بينما يكون حارا بشكل لافت في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، بالإضافة إلى مناطق البادية. ويوم الجمعة أيضا لا تغيير أيضا هام على الأحوال الجوية ودرجات حرارة، تبقى الأحوال الجوية على ما هو عليه. إذن هذا هو ملخص الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. أتمنى لكم جميعا أسبوعا مباركا أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.